السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة تانية على قناة سناء الهادي. فيديو النهاردة بعنوان Factorization in Easy Way، خليكم معانا. The first way number one Factorization by taking out HCF، و HCF دي معناها Highest Common Factor. First example 10xy minus 8xz، تعالوا نشوف هنعملها ازاي. هبص الاول على النمبرز عندي 10 وبعدين 8، الاثنين divisible by 2 فانا هاخد 2 بره common factor، وال8 الاكس متكرره في الفيرست تيرم اللي هو 10xy وموجوده برده في 8xz، فانا عندي ال HCF بتاعي هنا هو 2x. افتح براكت بعد كده وهقول 10xy divided ال 2x ده هيديني 5y، positive او negative divided positive ده بيديني negative sign، بعد كده 8 divided 2 هيديني 4 والx راحت مع الx والz هتفضل عندي، يبقى الانسر زي ما احنا شايفين كده. example 2 ممكن يوضح لنا اكتر. 2a power 3 plus 6a power 2 minus 4a، اول حاجة هبص على النمبر اللي هقدر اخده common هيبقى 2 فانا كتبت 2 بره، وال a power 3 و a power 2 و a انا هاخد اصغر power فيهم، يعني a power 1 اللي هي a بس، افتح bracket واعمل division، يعني 2a power 3 divided ال 2a ال 2 مع 2 باي باي، و a power 3 divided a ده بيديني a power 2، لان انا لما باجي اعمل division بعمل subtraction لل power او لل index. بعد كده 6 divided 2 هيديني 3 و a power 2 divided a هيديني a بس، و 4a divided 2a هيديني 2 only. نروح للطريقة اللي بعدها. Factorization of quadratic trinomial اللي هي بيبقى شكلها x power 2 plus bx plus c، مديني example بيقول لي factorize x power 2 minus 5x minus 6. ليها طريقة على السريع، بعمل 2 brackets كده جنب بعض، ال x power 2 انا بكتب x في البراكت الاول و x في البراكت التاني، طيب وبعدين باجي ابص على النمبر الاخير ال 6 دي بشوفها، يعني بشوف رقمين التايمز بتاعهم او البرودكت بتاعهم بيديني 6، يعني ممكن احتمالات عندي هنا يكون 1 و 6، وممكن برضو استعمل ال 2 و 3 انا هشوف مين اللي هيظبط معايا. طيب ايه الشرط التاني؟ الشرط التاني ان هشوف الساين بتاعت النمبر اللي معايا دوت، ده نيجاتيف ساين، ده معناها ان البراكتس دي واحدة بوزيتيف والتانية نيجاتيف. طيب لو كان عندي هنا بوزيتيف ساين يبقى انا ملزم ان التو ساينز اللي جوه البراكتس يكونوا ذا سيم، سواء كانوا الاثنين نيجاتيف او الاثنين بوزيتيف زي بعض. مين اللي بيعمل لي كنترول او ابر هاند على حاجة زي كده؟ الساين بتاعت الميدل تيرم. تعالوا نشوف، احنا هنا حددنا ان انا عندي نيجاتيف 6 فانا قلت عندي هحط ساين نيجاتيف وساين تانية بوزيتيف، وايه الشرط؟ الشرط اني لما اشوف السميشن بتاعت او الجمع بتاعت الرقمين اللي انا حطيتهم هنا يديني اللي في النص بالظبط. تعالوا نجرب كده على 2 و 3، لو انا حطيت هنا say 2 وهنا 3 بقت plus 2 minus 3 هيديني 1، ولو عكست يعني بقت minus 3 plus 2 هتبقى negative 1، يبقى دي ما تنفعش معي، يبقى انا محتاج ما يعني اختار رقم تاني غير ال 2 وال 3. تعال نجرب بقى على 6 و 1 زي ما احنا حددنا من الاول، هحط هنا وليكن 6 وهنا 1، واحنا قلنا واحدة positive والتانية negative. طب مين اللي بيحدد؟ بحدد ازاي positive و negative؟ الساين الكبيرة الرقم الكبير زي الاشارة اللي في النص في الميدل تيرم، يعني انا عندي negative 5x فانا هحط negative قدام 6 والبوزيتيف قدام ال 1 عشان ال 1 اصغر. تعالوا نجرب كده السميشن، يبقى نيجاتيف 6 بلس 1 بيديني نيجاتيف 5، فتبقى سولوشن بتاعتي x بلس 1 والبراكت التاني x minus 6. I hope you got it. Find the value of b، هنا جايبها لي مش بيقول لي اعمل بقى factorization، انا بيقول لي هات لي كل ال values اللي تصلح ان ال b تاخدها. Which make each of the following expressions can be factorized. Number 1 بيقول لي x power 2 plus bx plus 10.
يبقى لازم نقدر نشتغل الفاكتورايزيشن بايدينا. طبعا كلنا بنقدر نشتغل الكوادراتيك فاكتورايزيشن بالكالكوليتر، بس في سؤال زي ده لو جالي بالمنظر ده فانا محتاج اعرف اشتغل البراكتس دي بايدي عشان اقدر احدد الفاليوز اللي ينفع نحط فيها البي. تعالوا نشوف لو احنا فهمنا الكونسبت ال10 الاخيره دي اللي هي بوزيتيف 10 ممكن تكون عباره عن ايه. ممكن تكون عباره عن 1 تايمز 10، ممكن تكون عباره عن 2 تايمز 5، أو negative 1 times negative 10 أو negative 2 times negative 5. يبقى البي احنا قلنا هي السميشن بتاعت الـ 2 numbers اللي أنا واخدهم، يبقى البي اللي هي الميدل تيرم زي ما لسه شغالينها في الـ example الـ previous example. يبقى 10 plus 1 ده هيديني 11، أو 2 plus 5 ده هيديني 7، أو negative 1 plus negative 10 ده equals negative 11. next أو last هتبقى negative 2 plus negative 5 ده هيديني negative 7. يبقى كل دول values of b. نروح للي بعده تطبيق عليه مرة تانية بس بnegative sign في الconstant الأخير. يبقى x power 2 plus bx minus 12. معنى إن negative 12 دي بالminus يبقى عندي 2 numbers of opposite signs اللي هختارهم، يعني واحد positive والتاني negative. فأنا هفكر في النيجاتيف 12 ممكن تكون عبارة عن إيه؟ ممكن تكون 6 times negative 2 أو العكس، يعني 2 times negative 6. ممكن تكون 12 times negative 1 أو 1 times negative 12 أو 3 times negative 4 والعكس برضو يجوز، يبقى 4 times negative 3. إحنا قلنا هنجيب الميدل ترم إزاي؟ هعمل summation للتو numbers اللي معايا، يبقى السميشن بتاعت دي هتديني 6 plus negative 2 ده هيديني 4، و 2 plus negative 6 equals negative 4، 12 times plus negative 1 ده هيديني 11، و negative 1 plus sorry negative 12 plus 1 ده هيديني negative 11. توصل لغاية الآخر يبقى 4 times negative 3 هنعمل لها برضو summation عشان نجيب ال value of b، هتبقى ال value بتاعتها 1، وهتحسب كل الكلام ده ويبقى دي الفاليوز اوف بي اللي اقدر استعملها. نروح للي بعده فاكتورايزيشن اوف بيرفكت سكوير تراينوميال. وانا الاول لازم اعرف ازاي ان انا معايا بيرفكت سكوير تراينوميال. تعالوا نشوف. بيبقى عندنا 3 تيرمز كده، يعني زي سي اكزامبل 4x باور 2 بلس 12x بلس 9. ايه الفكره؟ الفكرة في ان انا لو خدت الروت بتاعت 4x power 2 خدت لها سكوير روت فهتبقى 2x، خلينا نكتب هنا 2x. لو خدت الروت بتاعت 9 هيبقى 3، يعني كأني هعملها times 3 واعملها كمان times 2، يعني روت الفيرست وروت الثيرد هعملهم times 2. لو طلع لي الميدل يبقى انا كده تمام. 2x times 6 ده بيديني 12x. ده معناه ان انا بتكلم دلوقتي في perfect square. عرفنا هنجيبه ازاي؟ perfect square قلنا هاخد الروت بتاعت الفيرست والروت بتاعت الثيرد، لو عملتهم times 2 وطلع لي الميدل يبقى انا بتكلم في perfect square. طيب هعمل له factorization او الفورمولا النهائيه بتاعته للفاكتورايزيشن هتبقى ازاي؟ روت الفيرست اللي هو 2x احطها كده في bracket تمام، وبعدين روت الثيرد هجيبها ازاي؟ هتبقى قلنا 3 وناقص لي الساين اللي هحطها. الساين اللي هنا بتبقى زي بالظبط الميدل تيرم. انت عندك الميدل تيرم بوزيتيف فانت هتستعمل هنا بوزيتيف ساين. طب لو كانت الميدل تيرم نيجاتيف يبقى هنا هتستعمل نيجاتيف ساين، وكل ده باور 2 على البراكت تمام، يبقى اسمها all power 2. طيب تمام، هنا بيقول لي if any term of the perfect square is absent you can find it as following. هنا هيديني الرول اللي احسب بيها الميدل تيرم. مثلا لو انا بديك اكزامبل وبقول لك عشان الفورمولا اللي قدامك دي او التراينوميال ده يتكون منه perfect square احسب لي مثلا الميدل تيرم، اعمل لك عليه question mark، اعمل لك عليه space. فهتحسبه ازاي؟ 2 times root الفيرست times root الثيرد. طيب عشان تحسب الفيرست تيرم سهلة، هات الميدل حطه power 2 divided 4 times الثيرد. طب عشان اجيب الثيرد سهلة برضو، الميدل all power 2 divided 4 times الفيرست تمام. نروح للي بعده دي rules.
use factorization to find. مديني numbers وعايزين نعملها mentally يعني without using calculator مثلا، زي 312 all power 2 minus 2 times 312 times 311 plus 311 all power 2. اللي هلاحظه، هلاحظ ان اللي معايا دوت perfect square. عرفت ازاي؟ ان لو خدت root الفيرست هيبقى 312، طيب root الثيرد هيبقى 311، لو عملتهم تايمز بعض اهي 312 تايمز 311 تايمز 2 اداني مين؟ اداني الميدل، يبقى انا في perfect square. how to factorize perfect square؟ لسه قايلينها، root الفيرست اللي هو 312، root الثيرد اللي هو 311، طب والساين زي الميدل يعني نيجاتيف ساين all power 2. مش ملاحظين حاجة ان 312 minus 311 ده الانسر بتاعتها 1 only، 1 power 2 معناها 1 يعني مش محتاجين كالكوليتر، مش محتاجين شغل كتير. يبقى ده الابليكيشن بتاعت الفاكتورايزيشن. نروح للنكست اكزامبل، بيقول لي factorizing the difference of two squares. difference of two squares زي مثلا a power 2 minus b power 2، دي بعملها ازاي؟ بعملها two brackets زي بعض بالظبط، واحد بالpositive والتاني بالnegative، وفيها الroot بتاعت الفيرست والroot بتاعت السكند، يعني الفاكتورايزيشن بتاعتها كلنا حافظينها، a power 2 minus b power 2 بتبقى a minus b في bracket و a plus b في bracket تاني. طيب خلينا اقول لكم لو كانت a power 6 اخد لها الroot ازاي؟ الروت بتاعت اي حاجه ليها باور بتبقى هاف الباور، يعني الروت بتاعت ده اكزامبل تاني خالص، لا ساي خليها اكس باور 6 عشان ما حدش يتلخبط. لو عندك اكس باور 6 عايز تاخد لها الروت تبقى اكس باور 3 تمام. طب لو اكس باور 10 تبقى الروت بتاعتها تبقى اكس باور 5 تمام، يبقى هاف الباور ده بيديني الروت تمام. يبقى الاكزامبل الجديد بيقول لي 9 1 over 9 a power 2 minus 1 over 4، عايزين نعملها factorization، فهناخد root ال 1 over 9 هيبقى 1 over 3، root ال a power 2 هيبقى a بس، minus root ال 1 over 4 هيبقى half، والبراكت التاني هيبقى زيه باختلاف الإشارة، يعني third a minus half والبراكت التاني third a plus half. next factorize the sum and difference between two cubes، ودي رول سهلة وكلنا عارفينها بس كان لازم نراجع عليها. a power 3 plus b power 3 دي بتعمل لها factorization ازاي؟ two brackets، واحد صغير في two terms والتاني كبير في three terms. بعمل ايه؟ باخد الكيوبيك روت للفيرست، يعني a power 3 هتبقى الكيوبيك روت بتاعتها هتبقى a والb power 3 هتبقى b. الساين بتاعت البراكت الاول positive زيها زي دي بالظبط، زي بعض بالظبط. طب والبراكت التاني الفيرست باور 2 يعني a باور 2، اروح لللاست الاول البي هتبقى باور 2 دي هحطها في الاخر. طيب والميدل هيبقى فيرست تايمز سكند، فيرست تايمز سكند عفوا، فيرست تايمز سكند بس هتعكس الاشاره، يعني مش هتضرب في 2 زي لما كنا بنعمل bracket all power 2، لكن هنا هتعمل a times b وتعكس ال positive sign هتخليها negative. لو تعلمت اللاين الاولاني هنا يبقى هتقدر تشتغل على دي لانها عكسها تماما. using the same way يبقى هتبقى a minus b لان الساين دي زي دي بالظبط، وبعدين a power 2 وبعدين هعكس الاشارة النيجاتيف دي هخليها positive، وبعدين a times b وبعدين اللاست هيبقى b power 2. نروح للي بعده، بيقول لي factorize x plus y all power 3 plus x power 3، ده كده sum of two cubes. هنعملها ازاي؟ قلنا هنعمل two brackets، واحد صغير والتاني كبير تمام. طيب البراكت الاولاني عبارة عن ايه؟ هاخد الكيوبيك روت بتاعت دي، يعني معناها هتشيل power 3 هتبقى x plus y بس تمام، بلس لان هستعمل نفس البوزيتيف ساين زي الميدل كده بالظبط، يبقى بلس اكس باور 3 هتاخد لها كيوبيك روت هتبقى اكس. نروح للبراكت التاني فيرست باور 2 يعني اكس بلس واي اهي باور 2، وبعدين هتيجي بدل البوزيتيف ساين هتحط نيجاتيف ساين، وبعدين هتعمل فيرست تايمز سكند يعني اكس بلس واي تايمز اكس تمام، يعني دي تايمز دي
وبعدين ال last هيبقى ال second اللي هي ال x دي هتخليها power 2. هنفك بس bracket power 2 هنا، يعني هنا جمعت بس x plus y plus x معناها x و x 2x plus y. البراكت اللي بعده عندك bracket all power 2، بيتفك ازاي؟ الاولاني power 2 اللي هي x power 2، والاخراني ال y هتبقى برضو power 2، واللي في النص first times second times 2، يعني x times y times 2 بقت plus 2xy بsame sign زيها بالظبط. minus عندك هنا هتعمل توزيع للx على البراكت، يبقى x times x بس هي بالنيجاتيف ساين، يعني نيجاتيف x times x هيديك نيجاتيف x power 2 minus xy plus x power 2. نزلتها زي ما هي، كل اللي هعمله ان انا لقيت x power 2 minus x power 2 باي باي، وهنعمل بس تجميع للبراكت ده، فالاخر خالص finally بقت 2x plus y. البراكت الاولاني عبارة عن كده، والبراكت التاني هيبقى x power 2 plus xy plus y power 2. ايه الفرق بين اللاين ده قبل الاخير والاخير؟ كل اللي حصل ان انا بس رتبته، جبت ال x قبل ال y، يعني alphabetically حتى بتبقى عادي. بعد كده في حاجة اسمها factorization by grouping، يعني بتلاقيها مش اي حاجة من الرولز اللي احنا قايلينها، وبتبقى يعني كذا تيرم، فبنعيد ترتيبهم بحيث ان احنا نحصل على طريقة معينة نقدر نعمل بيها factorization. زي الاكزامبل اللي معانا هنا، بيقول لي x power 3 minus 3x power 2 plus 27 minus 9x. كل اللي عملته ان انا هقسمهم جروبينج، يعني هاخد ساي، وممكن يكون ليها اكتر من طريقة تصلح، ممكن تجرب طريقة ما تنفعش فترجع تبدلها، ما فيهاش مشكلة. يبقى رتبتهم بس ان هخليها x power 3 minus 3x power 2، دول هشتغلهم مع بعض كأنهم سؤال لوحده، وهشتغل ال 27 minus 9x كأنها سؤال تاني. هعمل ايه؟ البراكت الاول ده هاخد فيه ال HCF، يعني ايه؟ يعني هاخد ال common بأقل power، يعني عندك ال x دي متكررة، تشوف اصغر power فيها، يعني 2 اصغر ولا 3؟ هي 2 اصغر، فهاخدها x power 2. افتح bracket واعمل division زي ما متعودين، x power 3 divided x power 2 هيديني x، negative sign هتبقى زي ما هي، لان عندي negative 3 x power 2 divided x power 2، ده بيديني negative 3. نروح للbracket التاني اللي هو ده، لاحظت ان عندي ال 9 ممكن اخدها common factor، بقول 27 divided 9 هيديني 3، و minus 9x divided 9 ده بيديني minus x. طيب مش ملاحظ حاجة ان عندك HCF او common factor تاني تقدر تاخده؟ لاحظت ان قبل البوزيتيف هنا وبعد البوزيتيف هنا في عندي bracket متكرر، اللي هو x minus 3 او 3 minus x، بس don't forget ان الساين بتاعتهم reversed، يعني الساين معكوس. معنى كده ان انا ممكن اخد واحد فيهم، يعني اخليها سي هاخد x minus 3 common برا، ونعكس الساين بقى اللي معانا، يعني خدت انا x minus 3 ده اخدته برا common، هيتفضل لي ايه من ال first term؟ هيتفضل لي x power 2 اهي، بدل ما دي positive انا عكستها وحطيتها negative. ايه السبب؟ ان دي كانت 3 minus x ودي x minus 3، يعني مش زي بعض. يبقى زي ما احنا عارفين، لو عندك positive divided negative او negative divided positive، ده بيديك negative sign، عمرها ما تكون positive ابدا. فيبقى يتفضل عندي minus، يعني بدل ما احط plus 9 حطيتها minus 9. طيب ده difference between two squares، يعني كتبنا ال x minus 3 زي ما هي، دي اللي هي موجودة اصلا، لكن عندي x power 2 minus 9 هعملها factorization على اساس انها ايه difference between two squares. ازاي؟ two brackets زي بعض بالظبط مع عكس الاشارة. root ال first اللي هو x power 2 هاخد لها الروت هتبقى x، و 9 هاخد لها الروت هتبقى 3، يبقى x minus 3 اهي و x plus 3 اهي. طيب ايه الفكرة؟ كل فكرتي ان لقيت x minus 3 متكررة او repeated، فهتبقى x minus 3 all power 2 times x plus 3. واعتقد الاكزامبل ده ممكن تجربوا تحلوا زيه، اكزامبلز كتير هتلاقوا زيها في المودلز الموجودة في الكتب. ده يعني بيبقى كويس جدا ان انا امرن ايديا على الفاكتورايزيشن كله، لان باي جروبينج ده بيلملي كل الرولز السابقة. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى لكم يا رب التوفيق، ولو عندكم اسئلة اكتبوها لي تحت في الكومنتس، ويا رب اكون قدرت افيدكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.